عليه العوض ومنه العوض يا ناس، عليه العوض ومنه العوض. النادي الاهلي يا جدعان بيلعب في قاره اللي يعلم بها لربنا، كلها سواد في سواد، سواد السنين يا ناس. هيخلوا النهائي في المغرب عافيه كده، هيخلوا النهائي فين؟ في المغرب. عارفين ليه؟ عشان النادي الاهلي ما يحتفلش في، عشان ما يحتفلش بالكاس بدوري الابطال في الجزيره، عشان مش كل شويه يقعدوا يغيروا في كاس. مع النادي الاهلي بياخد البطوله على طول، هما الاتحاد الافريقي مش فاضي كل شويه يقعد يغير في كاس ويقعد يدفع في الفلوس ويغير لك كاس بالذهب وبالالماس. قال لك لا، قال لك احنا نخلي النهائي النهارده السنه دي في المغرب عشان النادي الاهلي ما ياخدهاش. طبعا الاتحاد الافريقي كله اتحاد ده لا يعلم به لربنا عايز يخلي النادي الاهلي ما ياخدش البطوله السنه دي، ما ياخدش البطوله السنه دي يا ناس. كله بيحارب ضد الاهلي. البهات بتوعنا فين؟ الاتحاد المصري فين دلوقتي؟ الكره القدم بتاعنا فين؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بتلاقيهم يوم يومين يقول لك حازم يوم لابس كاجوال، لابس كاجوال، بيعملوا ايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش. ما الاتحاد كله، الاتحاد المصري لكره القدم كله زملكاوي. الاتحاد المصري لكره القدم كله زملكاوي. طبعا مش تفرق معاهم يلعبوا في المغرب، يلعبوا في حزنون، ده يفرق معاهم جدا ان الماتش يتلعب في المغرب هناك، لان 60,000 متفرج هيبقى ضد لعيبه النادي الاهلي ويشيلوا شيل الزلط يا ناس. الاهلي يروح بقى المغرب هناك يشيل زلط، زلط السنين يعني. طبعا مؤامره ضد النادي الاهلي بكل المقاييس. الاتحاد الافريقي شارب شاب الياسمين علشان طبعا هيجيبوا طقم حكام فار، طقم حلل، وهيجيبوا حكم صنم ابن صنم يبوظ الماتش للاهلي ويدي البطوله للوداد المغربي. ما هو طبعا في اسكال اصلا جابوا حكم في بطوله في بطوله افريقيا اللي فاتت في امم افريقيا، فهم فاكر الناس كلها بتشوفها. الحكم في ماتش اللي هو ماتش تونس شعب تونس وموريتانيا، الحكم صفى في الدقيقه 75، في الدقيقه 85، في ريحه السنين، في ريحه السنين. مش بعيد يجيبوا الحكم ده يحكم ماتش الاهلي، ما هي مش ناقصه، هي مش ناقصه. وبرده برده جابوا برده في اللي هو بتاع النشيد الوطني مش عارف بتاع موريتانيا ولا بتاع ايه، عصفوه غلط. هذا لا يحدث الا في افريقيا، هذا لا يحدث الا في قاره لا يعلم بها ربنا، في قاره لا يعلم بها ربنا. ازاي يخلوا النهائي في المغرب يعني؟ ده اللي عايز افهمه. ده هيبقى ماتش واحد طبعا كله ضد نادي الاهلي، ضد النادي الاهلي بكل، خصوصا السنه دي. ليه؟ عشان بكررها، لو الاهلي خد البطوله السنه دي المره الثالثه على التوالي، البطوله الكاس هيروح الجزيره، مش هيطلع تاني، مش هيطلع تاني. ده انجاز عالمي، فريق في الدنيا، في فرقه في الدنيا تاخد البطوله 3 مرات الا النادي الاهلي؟ طبعا بيحاربوا، بيحارب. طبعا الرئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم ده جيب تلاق على النادي الاهلي مش على افريقيا، ده جيب تلاق على النادي الاهلي يا ناس. قرر يعني جد جيب تلاق حقيقه. ساعه ما جه قاره افريقيا كلها بقت مشاكل، قاره افريقيا كلها بقت مشاكل. حكم يصفر بدري، حكم يجيله ضربه شمس، حكم يجيبوا ناس تعزف غلط، نشيد وطني غلط، استشفى غلط في جراد بتاع مخلل في كاميرون هناك. يعني سواد، بنشوف سواد. وده اللي هيحصل في ماتش المغرب، هتلاقي الحكم جاي على الاهلي بطريقه لا يعلم بها ربنا عشان البطوله تهرب من الاهلي. اللي جننك ان في عضو، في عضو مصري موافق على اقامه الماتش النهائي في المغرب. يا فرحتي يا اخويا، يا فرحتي. يعني واحد مصري يخلي الماتش النهائي في المغرب، يوافق على اقامه الماتش النهائي في المغرب؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ عليه العوض ومين العوض يا ناس؟ عليه العوض ومين العوض؟ النادي الاهلي مش هيشم البطوله السنه دي، مش هيشم البطوله السنه. انا بقول لكم اهو في النهائي في المغرب هنشوف فضائح السنين يا ناس، هنشوف فضائح السنين. ولا فار ولا مش فار، الفار مش هينسف في الاهلي، خلي بالكم. الحكم ثم هو شارب شاب الياسمين واخد التعليمات، انسوا فار ولا ما فارش، ده هيبقى طقم حلل، هيبقى طقم حلل قاعدين في النهائي بيتفرجوا على الماتش. هم عارفين ان اصلا كده كده فضائح بتحصل، ان في فضائح بتحصل في النهائي، فضائح بتحصل في افريقيا. مش هتفرق، هتفرق ايه؟ هتفرق ان البطوله تروح من النادي الاهلي بالذوق بالعافيه، ان النادي الاهلي ما ياخدش البطوله السنه دي، ما ياخدش البطوله السنه دي. هقول ايه؟ هقول ايه؟ بجد يعني انا مش عايز اقول، والله العظيم فعلا احنا بنلعب في قاره لا يعلم بها الا ربنا، في قاره لا يعلم بها الا ربنا، كلها رشاوي وكلها وجع قلب. هنفضل طول عمرنا في وجع القلب اللي احنا في ده؟
هنفضل طول عمرنا ده كرهونا في الكوره، كرهونا في الكوره، كرهتونا في الكوره الله يخرب بيكم، كرهتونا في الكوره الله يخرب بيكم.